طلاب مادة الكمبيوتر سيكيورتي، أهلا وسهلا فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات المادة. اليوم إن شاء الله بدنا نستكمل مع ما وقفنا المحاضرة الماضية. إحنا في chapter 21 الآن، اللي هو بيحكي عن public key cryptography. المحاضرة الماضية تحدثنا عن الهاش functions والهاش codes، وآخر إشي توقفنا عنده اللي هو SHA-512 secure hash algorithm، وشفنا كيف السecure hash algorithm بيشتغل فعليا، وشفنا إنه كيف منقسمه لبلوكس زي ما أنتم شايفين هون، وكل بلوك منفوته على function، وهذا الفانكشن بفوت عليه في البداية IV السايز تبعه 512 IV اللي هو initialization vector مع يعني البلوك البلوك اوف الداتا، وبيتم عليهم processing داخل هذا الفانكشن، بعدين بنعمل لهم arithmetic addition طبعا، وبعدين النتيجة بنوديها على next step. بعض الملاحظات البسيطة على الأشياء اللي حكيناها المحاضرة الماضية، يعني مثلا هون الـ IV، بس حبيت أتأكد على موضوع الـ IV. بجوز إحنا الـ IV مرت معنا بالسابق لما حكينا عن الـ Modes of Operation، وشفنا في الـ Modes of Operation حكينا أن الـ IV يعني عادة بنخليها Secret و Random Value بتكون Shared بين السندر والريسيفر، لكن هون الـ IV نفسها هي يعني constant، هي عدد ثابت، يعني يتم اختياره بطريقة معينة، هي أرقام ثابتة في الألغوريثم، زي ما حكينا الهدف منها إنها تعمل عادة randomization للداتا اللي بتوصل، وحكينا فإذا هو هذا رقم ثابت. طبعا هذا هاش function، إحنا بنعرف الهاش function الانبوت إله هو المسج فقط بدون أي key وبدون أي شيء آخر شير بين السندر والريسيفر، والاوتبوت هو الهاش اوف ذا مسج، يعني الانبوت للهاش فانكشن هو المسج فقط، والاوتبوت هو الهاش اوف ذا مسج. اذا هون يعني ما في عندنا اي في بنفس مفهوم المودز اوف اوبريشن الموجوده في الانكريبشن، اذا هذا مفهوم مختلف شوي. طيب حكينا هون عن الوردز، وحكينا انه يتم عمل ديريفيشن لها من المسج الاصليه، يعني بعض الوردز يتم عمل ديريفيشن لها بشكل مباشر، يعني اخذ الورد الاولى من المسج، الورد الثاني، الورد الثالثه لحد وورد رقم 16 او يعني من 0 ل 15، والباقي الوردز ممكن انه يعني نعملها ديريفيشن بطريقه معقده اكثر شوي من المسج، فيعني اجمالا هي ماخوذه من المسج. الكيز هذول حكينا كونستنت فاليوز، كمان الهدف منهم انهم يعطوني راندومايزيشن. طبعا في البداية في أول راوند، يعني هاي اللي هي هاي الـ IV في البداية، الـ A B C D E F G H هذول هم الوردز الموجودين عندي، كل واحدة منهم السايز تبعها 64 بت. في البداية هذول بكونوا مأخوذين من الـ IV، طبعا من الـ IV في أول راوند، وفي الراوند اللي بعدها يعني يتم إدخالهم وأخذهم من الراوند السابقة. طيب الآن الأوتبوت اللي بطلع، إحنا كمان لاحظوا إنه هون في عندي input اللي هو A، A مثلاً تساوي something يعني كlogical operation مأخوذ من هاي الراوند اللي هي round zero، B تساوي كمان something مأخوذ من الراوند هاي، وحكينا إحنا العمليات اللي بتتم داخل الراوند اللي هي logical operations، يعني في عندنا مرات بيصير عندي shift rotate، مرات بيصير في عندي anding oring XORing، يعني كلها logical operations بتتم على هاي الوردز اللي هون. بعض الوردز بتطلع زي ما هي، يعني ممكن بعض الوردز بتم عمل فقط يعني substitution لها، يعني مثلا ممكن السي مباشرة يروح على A، أو يعني طبعا هذا المثال تحديدا أنا مش حافظهم، المثال مش صحيح يعني مش دقيق، يعني بس أنا بحكي إنه ممكن، يعني إنه مثلاً واحدة من الوردز تروح مباشرة، يعني مثلاً ممكن يجي نحكي إنه الـ A الـ B تساوي الـ F بشكل مباشر، يعني هذا الإشي ممكن إنه يصير، ويعني هذا الإشي بيتم عليهم راوند راوند، وبالنهاية بيتم في عندي عملية الأديشن. لاحظوا إني أنا ممكن في هاي الأشياء ممكن ما أركز بالضبط شو اللي بصير، لأنه حكينا إنه هذا الإشي بيعتمد على الستاندرد اللي مستخدم، يعني عفوا اللي بده يعمل له implementation
بالكود بده يرجع للستاندرد فعليا ويعرف بالضبط انه الاي هون في الراوند الثانيه شو كانت تساوي من الار 0 عشان يعرف فعليا يعملها بروجرامينج. يعني هذا الشيء بتقدروا ترجعوا له، وزي ما حكيت نيوميريكال اكزامبل وبالضبط شو الاي تساوي هون في الراوند هاي راح احط لكم ان شاء الله على الموديل. والبروسيسنج اوف المسجز يعني حكينا هون شو اللي بصير في هذا كله، بعدين حكينا انه احنا ممكن نستخدم الهاش فانكشنز بالاتش ماك اللي هو الهاش مسج اوثنتيكيشن كود، هاش مسج اوثنتيكيشن كود، وحكينا انه ممكن نستخدمه. كيف ممكن نستخدمه؟ ممكن نجيب اللي هو سيكريت فاليو نعملها بادينج، بعدين نعملها اكس اور مع الاي باد اللي هو عباره عن رقم ثابت، الهدف منه يعطيني randomization للكي، بندخله بصير هو عبارة عن بلوك جديد يضاف إلى البلوك تبعت المسج اللي هي y هون، بعدين هذول كلهم نعملهم hashing، نعملهم hashing، والنتيجة منرد نعملها نضيفها لبلوك آخر مأخوذ من الكي بلس اللي هو padded key XORed مع الopad اللي هو constant for randomization، بفوت هون على الاس صار في عندي 2 بلوكس بنفوتهم مره ثانيه على هاشينج. طبعا هون الاي في هو نفس الاي في اللي كنا نحكي عنه قبل اللي هو يعني كونستنت فاليو، ممكن فور سكيورتي ريزنز انه نعمله كمان راندوم حتى نصعب بعض الامور على الاتاكر. والنتيجه هي بالاخير اللي بتطلع عندي هي هاي نتيجه الهاشينج، واللي هي بتعطيني authentication وintegrity at the same time، بتعطيني authentication وintegrity at the same time. ليش في عندي authentication وintegrity؟ لأنه الانبوتس اللي هم المسج هاي بتعطيني integrity، والكي اللي هي بتعطيني authentication لأنه shared بين السندر والريسيفر only. طبعا هذا الاشي بده يتم إرفاقه مع المسج، يعني هذا كله رح يكون concatenated مع ايش؟ مع الام اللي احنا بدنا نرسلها من السندر للريسيفر، هاي كلها راح تكون concatenated مع المسج اللي هي M. طبعا الريسيفر شو راح ياخذ؟ راح ياخذ المسج M هاي ويرد يحسب هاي الفاليو، يحسبها ويقارنها مع الفاليو اللي وصلت concatenated مع المسج، ويتاكد فعليا انهم متطابقات. اذا تطابقوا بيعرف انه فعليا المسج هاي authentic و يعني سيف، ما كان في عليها اي manipulation، ما في عليها اي تغيير كان. وهيك بنكون حققنا two services اللي هم الintegrity والauthentication. طيب نيجي على موضوع الهاش، يعني الان هون احنا ليش استخدمنا الهاش عشان الauthentication؟ هل يعني فعليا هذا الاشي كويس ولا مش كويس؟ شو المبررات؟ خلينا نشوف، خلينا نرجع سلايد. احنا هيك رجعنا سلايد ال HMAC يعني design objectives بحكي لك to use without modifications available hash functions. لاحظوا انه كتطبيق يعني موضوع سهل، انا كل اللي احتاجته انه نفس الهاش function هذا رديت استخدمته، لكن شو عملت له؟ اضفت له بلوك جديدة. اذا يعني بدون ما اغير انا على الهاش algorithm هون اللي هو ممكن تاخذه كblack box، يعني بغض النظر شو هو الهاش algorithm، اوكي تاخذه كblack box، انت قدرت تستخدمه فور الاوثنتيكيشن. كل اللي عملناه انه بس اضفنا بلوك جديده اللي هي لايش؟ للكي، للكي. اذا مش بحاجه تعدل على الاندرلاينج هاش فانكشن نفسه. ما عجبك هذا الهاش فانكشن شو بتقدر تعمل؟ بتقدر تاخذه تقيمه وتغيره اذا صار فيه مشاكل. هو تاخذه هذا الهاش فانكشن كله بتقيمه وتغيره بهاش الجوريثم اخر ريلايبل اكثر، سكيور اكثر اللي هو. طيب to allow for easy replaceability of the embedded hash function in case faster or more secure hash functions are found or required. هاي النقطة اللي حكينا عنها هسه، إذا أنا لقيت إنه في الهاش function هذا لقيت فيه مشاكل بقيمه بكل بساطة وبستخدمه بستبدله بشيء آخر. To preserve the original performance of the hash function without inquiring significant degradation. إذا أنت هيك بتحافظ على ال performance تبع الهاش function اللي أنت already دارسه في كورس كريبتوغرافي وفاهم بالضبط كيف بيشتغل وفاهم بالضبط سرعته وفاهم بالضبط كل مشاكله الموجودة، فبالتالي انت بتورث كل هاي الاشياء اللي انت عاملها heavy study متأكد من السكيورتي تبعه و يعني بكل بساطة بتقدر انك تستخدمه لانك انت فعليا دارسه وعارف البرفورمانس
عامل له performance evaluation وفاهم بالضبط كيف بيشتغل. طيب to use and handle keys in a simple way، لاحظوا انه هنا الاستخدام الكيز سهل جدا، يعني انا شو قاعد بعمل؟ قاعد بعملها XOR فقط، هاي طبعا عملية bitwise XOR سهلة جدا، وقاعد بضيفها كبلوك وبس بعملها هاشينج. اذا يعني random value عندي flexibility في السايز تبع الكي هون، بقدر اني يعني استخدم السايز اللي انا محتاجه. اذا كان الشاشة 512 البلوك سايز فيه 1024، انا مش مضطر يكون الكي سايز 1024، ممكن يكون اقل من هيك، بعدين اعمل له بادنج باي زيروز. يعني شيرنج الكي ممكن يكون سهل، ما الكي هون مش داخل جوا الالجوريثم، يعني ما بفوت زي الانكريبشن، الكي هو جزء من عمليه الانكريبشن، لا هون الكي هو فقط صار بلوك مثله مثل اي يعني بلوك اخرى موجوده عندي في الهاش الجوريثم، يعني بقدر اني اعمل له هاش. To have a well understood cryptographic analysis of the strength of the authentication mechanism based on the reasonable assumptions on the embedded hash function. اذا هنا الاوثنتيكيشن strength of the authentication بيعتمد على strength of the embedded hash function، بيعتمد على قوة الهاش فانكشن اللي already موجود معي. إذا كاوثنتيكيشن أوكي الآن تعتمد على القوة، فإحنا زي كأنه نقلنا المشكلة لوين؟ للهاش فانكشن. طول ما هو الهاش فانكشن شغال وتمام وقوي، إذا الاوثنتيكيشن كمان راح يكون شغال وتمام وقوي. إذا يعني هاي هي الريكويرمنتس اللي إحنا بنحكي عنها. طيب الـ أو الديزاين أوبجكتيفز حكينا. The security of the HMAC security depends on the cryptographic strength of the underlying hash function. إذا security زي ما حكينا في آخر نقطة قبل شوي بتعتمد على security of the hash function لل HMAC authentication. Successful attack يعني successful attack again، يعني إحنا هنا بما إنه the underlying algorithm هو hash algorithm، فإحنا بنعرف إنه attacks على ال hash algorithm دائما يعني هدفها انها تجد كولاجين، هدفها انها تجد كولاجين. هذا الكولاجين ممكن انك تحاول تجده يعني يعني تدور على الاوتبوت تبع الهاش الجوريثم زي ما انتم شايفين هون، اني الاقي مسج تو مسجز ام وام بار ام برايم خلينا نسميهم لهم ذا سيم هاش. اوكي فاذا فعليا قدرت تعمل هذا الحكي معناته you find a collision، وطبعا اذا لقيت collision فهذا الشيء اكيد رح يسبب مشكله لمين؟ لليوزرز. كمان ممكن انك يعني تحاول انك تلاقي يعني collision على الكومبريشن فانكشن المستخدم. الكومبريشن فانكشن طبعا اللي هو الاف اللي كانت قبل شوي شفناها احنا في الدياجرام، اذا قدرت تطلع الاوتبوت تبعها فاكيد يعني يعني انت بتكون عملت اتاك على عليها. طيب ال 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 البلوك هاي خليني افرجيكم اياها، البلوك هاي هذا هو الكومبليشن فانكشن. طيب الاوتبوت تبعه قديش؟ 512 بت، يعني 512 بت، فهذا هو بالنسبه لنا الكومبليشن فانكشن. فلاحظوا انه البروت فورس كي الاوردر تبعه 2 للقوة ان ال n اللي هي طبعا السايز تبع هذا الريزلت تبعت الكومبريشن فانكشن. لاحظوا انه لو احنا بدنا نعمل اتاك على الهاش الجوريثم كامل، فبسبب البيرثدي بارادوكس حكينا انه بصير في عندنا ريديوس لل reduction لل amount of work required لاثنين للقوة n على اثنين، ال n طبعا اللي هي كمان again size of the hash. فمثلا الشا 512 الاوردر يصير تبعه اثنين للقوة 256، هذا ال work factor عشان نلاقي collagen، هذا هو ال work factor عشان نقدر انه نلاقي collagen. طبعا ال md5 هو واحد من ال hash algorithms المستخدم بشكل كبير، وطلاب مشاريع التخرج تحديدا بيستخدموه كثير في هاشينج الباسوردز، يعني يمكن استخدامه. طبعا المشكله فيه انه يعني السايز تبعه هو 128 بت، فممكن مع البيرثدي اتاك يصير 2 للقوه 64 بت بدل 128 لانه بنقسم على 2،
أو يعني هذا الشيء أكيد ممكن يسوي مشاكل، هذا الشيء أكيد ممكن يسوي مشاكل. طيب خلينا نروح الآن للموضوع الأهم في هذا الشابتر. إذا في حد عنده أي أسئلة طبعاً على الهاش فانكشنز ممكن إنه يعني يبعث لي بالمسجز أو عن طريق في محاضرة الديسكشن ممكن إنه نجاوب على الأسئلة. طيب الـ RSA Public Key Encryption طبعاً هذا أول نوع من أنواع الإنكريبشن اللي بنحكي الـ Public Key Encryption اللي بنحكي عنها. طبعاً هو تاريخياً مش الأول، اللي قبله كان الديفي هيلمان. طبعا وضعه اللي هو علماء لهم ريفست شامير اند ادلمان من جامعة MIT في عام 1977. best known and widely used public key algorithm uses exponentiation of integers modulo prime. رح نشوف شو يعني هذا الحكي. عملية الانكريبشن بكل بساطة السي اللي هو السايفر تكست ايش يساوي؟ يساوي الام اللي هي المسج اللي بدنا نعملها انكريبشن to the power e. e هو الـ public key mod الـ n. والـ decryption العملية المعاكسة عشان نطلع المسج الأصلية بدنا نجيب الـ cipher text we raise it to the power d mod الـ n. وهذا الإشي بيرجع لي المسج الأصلية اللي هي n. both sender and receiver know the values of n and e. بما إنهم الاثنين بيعرفوا هذول الـ values معناته هذا فعليا شو هو؟ هذا هو البابليك كي، هذا هو البابليك كي البير اوف ان اند اي. يعني هنا طبعا احنا متعودين نحكي انه البابليك كي يساوي رقم معين، لكن لا، هون البابليك كي هو الاي فعليا مع الان، لانه الان لاحظوا انه مستخدمه في عمليه الموديوليشن. والبرايفت كي لاحظوا هون البابليك كي، شايفين البابليك كي هو البير هذا اللي هو ان مع اي، والبرايفت كي اللي هو الدي مع الان. الدي مع الان، الدي هو البرايفت كي. طبعا الان في عندنا سؤال يعني اكيد يعني اللي هو كيف نطلع الاي، كيف نطلع الدي، كيف نطلع الان، وكيف نقوم بعمليات الحساب هاي، وفعليا هل هذا السيستم سكيور ولا مش سكيور. هاي كلها اسئله في بالنا يعني لازم نلاقي لها اجابه. هل هذا السيستم سكيور او لا؟ يعني بالإضافة لذلك كمان بدنا نلاحظ إنه فعلياً عملية الإنكريبشن والديكريبشن يا جماعة هي عملية رياضية، وهذا الإشي مختلف عن كل الأمور اللي تحدثنا عنها بالسابق. يعني في الـ DES شفنا إنه العمليات هي فعلياً مش عمليات رياضية، يعني هي عمليات ميكسينج و permutation و substitution للبتس الموجودة في الـ plain text باستخدام الكي. ويعني it's not mathematical operations. هون لا، هون فعليا في عندي mathematical operations. okay. إذن only the receiver knows the value of d اللي هي the private key. the private key. طيب خلينا نشوف كيف فعليا بتتم هاي العملية. طبعا يعني حتى احنا نكون واضحين، احنا هون قاعدين نتفرج على RSA from a practical point of view, from an application point of view. مش قاعدين ندرس احنا الماث behind it، لانه هي بحاجة ل يعني ندرس بعض الاشياء متعلقة في النمبر ثيوري. هاي الاشياء كلياتها بندرسها في مادة الكريبتوغرافي، وزي ما حكينا اكثر من مرة احنا هون مهتمين بالتطبيقات تبعت السكيورتي تبعت الالغوريثمز. فاللي حاب وبنصحكم بشكل كبير مرة ثانية انكم تدرسوا مادة الكريبتوغرافي، يعني لأنها مادة حقيقة مهمة ويعني ممتعة بتفهمك فعليا underlying math behind everything. إذن هون أنا قاعد بتفرج عليها from a practical point of view, from an applied point of view فقط يعني. okay. طيب كيف بيشتغل الـ RSA؟ select P and Q two numbers. لاحظوا إنه هذا selection فقط. الـ P والـ Q لازم يكونوا prime numbers، والـ P لا تساوي الـ Q. طبعا هون احنا دائما لازم نحرص على انه تكون البي والكيو ارقام كثير كبيره، حتى يعني فعليا يكون صعب نعمل فاكتورايزيشن للان زي ما راح نشوف كمان شوي، لانه هذا فعليا السكيورتي تبع الار اس اي بيعتمد على الفاكتورايزيشن. طيب شو يعني فاكتورايزيشن؟ اللي هو تحليل العوامل الاوليه. طيب
الآن calculate n، n شو تساوي p ضرب q. إذا العوامل الأولية لN إيش يساوي؟ هم p و q لأنهم هم prime numbers. إذا لما نحلل إحنا العوامل الأولية فعليا شو ندور؟ ندور على ال prime numbers، إذا ضربناهم بعض بيعطيني n، مش هيك إحنا بنعمل؟ طيب الآن أنا بحكي لك إنه p و q هم أصلا prime numbers، فضربهم ببعض بيعطيني n. إذا العوامل الأولية لN هم p و q. إذا كانوا أرقام كثير كبيرة الكمبيوتر كثير صعب عليه إنه يطلعهم، لكن إحنا بدأنا منهم وطلعنا n. هذول p و q يا جماعة هم سر، ما بصير الأتاكر يعرفهم، ما بصير إنه الأتاكر يعرفهم. هسا بتجي تحكي لي إنه الN public key، هي جزء من البابليك إذا هم معروف، نعم معروف، لكن من معرفة N صعب إنه الأتاكر يعرف p و q. هاي هي المشكلة الرئيسية اللي بيحاول يحلها الأتاكر. طيب أنا شو بدنا نحسب؟ بدنا نحسب phi of n. الphi of n، الphi of n شو تساوي؟ p ناقص 1 ضرب ال q ناقص 1. الآن إيش تعني الphi كمان؟ يعني زي ما حكيت لكم we are not studying the underlying math behind it، يعني بدنا نأخذ الأمور زي ما هي ونأخذها من ناحية تطبيقية. p minus 1 ضرب q ناقص 1. لاحظوا إنه هذا selection، هذا calculation، هذا calculation. الآن select ال integer e. إذا e زي كأنه في عندي options مختلفة لل e، إذا يعني بقدر اختار اكثر من value لل e، وفي اكثر من value بقدر اختار واحدة منها. الان شو الشرط في e؟ لازم يكون the greatest common divisor between the 5n وال e يساوي 1. طبعا بشرط ان ال e اقل من 5n واكبر من 1. اذا يعني greatest common divisor هو القاسم المشترك الاكبر بين ال e وال 5n، لازم يطلع يساوي 1، لازم يطلع يساوي 1. طيب طبعا يعني انتم فاهمين اكيد شو يعني القاسم المشترك الاكبر. كالكوليت دي بحيث انه دي ضرب اي مود 5n ايش يساوي؟ يساوي 1. اذا الاي قدرنا نعملها سلكشن، اذا ممكن اختارها من اكثر من فاليو، لكن الاي عفوا عملنا لها سلكشن، لكن الدي لا، هاي بعملها كالكوليشن بيست اون ماي سلكشن اوف الاي. لان البابليك كي بالنسبه لي شو راح يعتبر؟ هو الاي والان، هذا هو البابليك كي، والبرايفت كي تبعي اللي هو دي مع ال ان. طيب الانكريبشن حكينا بالسلايد السابقه، السي يساوي ام تو ذا باور اي مود ال ان، وشرط انه الام تكون اقل من ان. لاحظوا يا جماعه انه المسج اللي بدنا نعملها انكريبشن الان لازم تتحول لرقم somehow، لازم نحولها لرقم، ويعني بدك تلاقي لك طريقه كودينج ميثود معين تاخذها ك بيتس في الـ في الـ في الباينري اللي هو يعني بدك تحولها لرقم. هاي المسج somehow بدك تحولها لرقم عشان تقدر تعمل عليها calculations. طيب والسايفر تكست العكس، السي يساوي عفوا الام تساوي سي تو بار دي مود الان. خلينا ناخذ نيوميريكال اكزامبل حتى فعليا تتوضح الامور. الار اس اي كي جنريشن، سيلكت تو برايم نمبرز، البي تساوي 17، الكيو تساوي 11، هذولا فعليا عندي 2 prime numbers. calculate ال n، ال p ضرب q اللي تساوي 17 ضرب 11 187. calculate ال phi of n اللي تساوي p ناقص 1 ضرب q ناقص 1، وهذا الحكي يساوي 16 ضرب 10 ويساوي 160. إذا عندي ال n اللي هي 187 وال phi of n اللي هي 160. الآن شو بحكي لك؟ select e such that e is relatively prime. شو يعني relatively prime؟ شو يعني relatively prime؟ يعني ان القاسم المشترك الاكبر بين ال e وال 5n يساوي 160 يساوي 1 بين ال e وال 5n اللي هي اصلا تساوي 160 لازم يطلع يساوي 1. يعني هاي greatest common divisor، greatest common divisor بين ال 5n وال e، لما احكي لك يساوي 1 هذا يعني انه ال e is relatively prime مع ال phi of n، مع ال phi of n relatively prime مع ال 5n. طيب determine d such that d ضرب e مود 160 يساوي 1. هاي الان بدك تحسبها حساب، بدك تحاول تحسبها، وطبعا d لازم تكون اقل من 160. الآن the correct value is 23. ليش؟ لأنه 23 ضرب 7، 23 ضرب 7 شو هي السبعة؟ السبعة اللي هي الإي، والدي اللي هي تساوي 23، 23 ضرب 7 يساوي قديش؟ 161.
161. طبعا الارقام احنا اكيد اللي بنستخدمها في الماده هون كتجريب يعني اكيد ارقام صغيره، ويعني بنقدر نحلها without hassle، big hassle يعني to find the E with D. طيب ال 160 مود ال 160، ال 161 مود ال 160 طبعا يساوي 1، لانه فعليا هذا الحكي زي ما انتم شايفين 1 ضرب 160 زائد 1. يعني هنا طبعا احنا يعني جربنا ال 161 مود ال 60 طلعت 1، طلعت ال 161 اصلا هي يعني مضروب للسبعة اللي هي في 23. يعني لو بدنا نجرب رقم ثاني غير 161، شو الرقم اللي ممكن نجربه؟ 161 هو يعني فقط لو مثلا ما لقينا عند 161، شو الأشياء اللي هي فعليا الأرقام اللي هي يعني مود ال 160 بتعطيني 1، شو هي الأرقام اللي مود ال 160 بتعطيني 1؟ اللي هي أكيد 160، 320، 21، 321 مود ال 160 بتعطيني 1. نعم، لأنه 160 ضرب 2 320 زائد 1 اللي هو 321. وهلو ما جرى كل مرة بتجمع 160، يعني هاي الأرقام اللي هي فعلياً مود ال 160 بتعطيني. طبعا هذا الحكي ما بنحتاجه، ليش؟ لانه خلاص احنا لقينا الشيء اللي مدور عليه عند ال 161. طيب طبعا الان ال 161 احنا شو عملنا؟ قسمناها على 7 مثلا، قسمناها على 7 شو طلع الجواب؟ 23. اذا عرفت هون اني انا بتعامل قاعد مع رقم والفاليو تبعته 23. طبعا الآن يا جماعة لو طلعت الدي معاي كسر، يعني لو أنا حكيت 161 تقسيم 7 وطلع معي 23.2 أو 22.2، طبعا أكيد هذا الشيء غلط يعني أكيد، بس أنا بحكي يعني إنه إذا طلع معاي كسور هذا يعني إنه الدي هاي مرفوضة، فما بصير إني أشوف ال 161، لازم أروح على رقم آخر، لازم أروح أدور في 321. إذن دائما هون إحنا نتعامل مع إيش؟ مع integers، ما بصير أي واحد من هذول الأرقام يكون fraction. إذن D تساوي 23 عبارة عن integer، ال E 7 كمان integer. لو مثلا ضربت قسمت 161 على 7 عشان ألاقي قيمة ال D، أوكي طلع معاي ال D كسر، طلعت معاي دي فيها كسور، معناته ال 161 غلط، فأنا لازم أروح أشوف الرقم اللي بعدها اللي هي إيش الرقم اللي بعدها، لازم يكون E ضرب D مود ال 160 يساوي 1، فدي أروح أدور على الرقم اللي بعد ال 161، شو يكون الرقم اللي بعد ال 161؟ 321. طبعا هذا الحكي ما في له داعي هون، لأنه أصلا ال 161 أعطتني integer value لل D. لو ال 161 ما زبط و 321 ما زبط، شو بدي اروح ادور على 481. 481 باجي بشوف بعمل بقسمها مثلا على 7، اذا طلع معي انتجر، اوكي الرقم الانتجر اللي هو دي، معناته هو فعليا الفاليو اللي انا بدور عليها. اذا طلع معي في كسور معناته لا هو مش الفاليو، بدي اروح ادور على الرقم اللي بعده. طبعا احنا هون ما بكرر مره ثانيه ما احتجنا ندور على هذول، ليش؟ لانه ال 161 اصلا يعني هي المطلوب. طبعا انا هون قاعد بعطيكم طريقه سهله للحساب فيما لو احتجنا هذا الشيء بالامتحان، لانه يعني زي ما حكيت احنا يعني في الامتحان وي اسيوم انه انت عندك اكسس لكالكوليتر عاديه وما بتحسب هاي الاشياء بشكل سريع. طيب ال RSA example، طبعا هون في عندي plain text اللي هو 88، ال encryption شو بده يكون؟ بده يكون 88 القوة E mod ال 100 والمود ال N اللي هي بهاي الحالة Q ضرب P اللي هي 187، والvalue طبعا تساوي 11 هو cipher text. ما بدنا نخربط كمان جماعة، متى بنستخدم ال phi of N ومتى بنستخدم ال N؟ ال N تستخدم في ال encryption والdecryption. ال N لاحظوا مود ال N نستخدمه في الانكريبشن والديكريبشن، مود ال N. المود ال phi of N متى بنستخدمها؟ عشان نطلع ال E، عشان نطلع عفوا عشان نطلع ال D. ف
في الحالة الـ D والـ E الـ 5N. اوكي ما بدنا نخربطها هاي الأمور. فالآن لما نرجع للـ Encryption بدنا نرجع للـ N اللي هي P ضرب Q. اوكي طيب الـ Decryption بدنا ناخذ الـ Cipher Text we raise it to the power D اوكي اللي هي الـ Private Key مود الـ 187 بعطيني الجواب هذا ايش يساوي 88. طبعا الان في عندنا مشكله صغيره اللي هي الارقام هاي 11 قوه 23 هي فعليا رقم كبير فكيف يمكن حسابه 88 قوه 7 حتى يعني يعتبر رقم كبير كيف يمكن حساب هاي الارقام حتى الاله الحاسبه بجوز تفشل في حساب رقم بهذا الكبر يعني هذا رقم كثير كبير يعني حقيقه كثير كبير. طيب شو الحل بدنا نستخدم بعض الطرق اللي هي بتسهل علي عملية الإكسبوننشيشن. فمثلا احنا بنعرف انه يعني في عندنا قاعدة بدنا نمشي عليها لو كان في عندي A ضرب B مود G هذا الحكي ايش يساوي A مود G okay. ضرب B مود G الكل الآن مود G هاي قاعدة نمشي عليها يعني مش رايحين نثبتها او خلاف ذلك لكن بدنا نعتبرها مسلمة يعني بالنسبة لنا اوكي. طيب هذا الحكي ايش يعني انه 88 القوة 7 بقدر اني ايش اعمل ابسطها 88 القوة 7 احنا بنعرف انها ايش تساوي 88 للقوة 4 ضرب 88 للقوة 2 ضرب 88 للقوة 1 اوكي. ف 88 القوة 7 هي فعليا ايش تساوي 88 للقوة 7 ايش تساوي 88 للقوة 4 يعني انت طبعا بدك تستخدم تحاول يعني تكتبهم زي كأنهم باينري الويتس تبعون الباينري ليش لانه يعني فعليا راح نشوف انه هذا الاشي بيسهل علي ضرب 88 عفوا هاي لسه كان في عندي 8 نكتبها هون من باب التسهيل 88 للقوة 2 و 88 كمان للقوة 1 1 2 و 4 هذول بيعطوني 7 طبعا احنا بنجمع الأسس في حالة الضرب بنجمع الأسس في حالة الضرب الآن بدي أخذ مود لل 88 قوة 7 ومود لهذا الحكي كله بدي أفوت المود لاحظوا شو عملنا هون احنا فوتنا المود عليهم فوت المود عليهم بس بخلي كمان المود اللي برا يعني بفوته لكن لا لازم اخلي المود اللي برا يعني هيك القاعده بتشتغل وزي ما حكينا الماث اتس يعني نوت اور كونسرن في هاي الماده. طيب نيجي بنحسب اولا 88 مود ال 187 هاي لانه بدنا نعوضها وين بدنا نعوضها هون بدنا نعوضها هون هذا الحكي كله مود ال 187 88 مود ال 187 طبعا تساوي 88 الآن 88 للقوة 2 مود 187 كمان يعني حسابها نسبيا سهل تساوي 7744 الآن لو نيجي على 88 القوة 4 اوكي مود 187 هاي فعليا شو تساوي 88 القوة 4 88 للقوة 4 شو تساوي فعليا تساوي 88 للقوة 2 صح ضرب 88 للقوة 2 فلاحظوا انه الاشياء اللي بحسبها في البداية اوكي بتساعدني اطلع الاشياء اللي بدي احسبها بعدين اوكي الان هاي خذي لها المود وهاي خذي لها المود بس احنا مود 88 للقوة 2 اوريدي مطلعينها اذا هي 77 اذا يعني اذا بكل بساطة باجي بقدر احكي انه 88 للقوة 4 مود ال 187 شو تساوي 88 قوة 2 مود 187 ضرب 88 القوة 2 مود ال 187 الكل مود ال 187 يعني زي كانها تساوي ايش 77 ضرب 77 مود 187
مود المية اوكي. من وين جبنا 77؟ هاي من هون اللي هي فعليا 88 قوة 2 مود المية وسبعة وثمانين. طبعا يعني نستخدم هذا التكنيك أكثر من مرة حتى فعليا نلاقي الحل. طيب الآن 88 القوة 7 مود المية وسبعة وثمانين وهو المطلوب فعليا أوكي، بنعوض طلعنا هنا طلعنا إحنا 88 اللي هي هاي سوري اللي هي هاي اللي هاي هون أوكي، طلعنا السبعة وسبعين اللي هي هاي اللي هي 2، طلعنا المية واثنين وثلاثين اللي هي طبعا اللي هي هاي اللي هي 88 للقوة 4. طبعا شو طلع الجواب عندي 11. شو هو هذا 11؟ هذا هو السايفر تكست. السايفر تكست. طيب عشان نطلع البلين تكست مرة ثانية اللي هو 88 بدنا نعمل نفس الاشي، لكن الان بدنا نرفع السايفر تكست للقوة كم؟ للقوة 23. شو هي هاي 23؟ هاي 23 اللي هي اي اللي هي عفوا دي، هاي اللي هي دي، هاي اللي هي دي المستخدمه للتشفير اوكي. هاي هي مستخدمه لفك التشفير، هاي مستخدمه لفك التشفير. هذا هو البرايفت كي اللي هو 23 طبعا مع ايش؟ مع الان اللي هو البرايفت. هاي بدي اترك لكم اياها كاكسرسايز انتم يعني تحاولوا فيها وتشوفوا ال 11 لقوه 23 كيف بقدر احللها. فهي تساوي ايش؟ 11 للقوه 8 11 للقوه ضرب 11 للقوه 8 ضرب 11 للقوه 4 ضرب 11 للقوه 2 ضرب 11 للقوه 1 11 للقوه 23. فلاحظوا انه طلعنا شيء الواحد والاثنين سهل، الأربعة ممكن نطلعها من 11 للقوة 2 ضرب 11 للقوة 2، الثمانية ممكن نطلعها من 11 للقوة 4 ضرب 11 للقوة 4 طبعا المودز مستخدمة، فبتضرب 55 ضرب 55 مود 187 عشان نطلع 33، وهلم جرى وهلم جرى. يعني بدنا ننتبه إنه هاي هي القاعدة الرئيسية اللي بنمشي عليها في حل الموديلر أوبريشنز. طيب الـ RSA Security، ليش الـ RSA is secure؟ اوكي؟ من وين جاي Security؟ شو الـ RSA problem؟ يعني إنه شو هو شو هي المشكلة اللي بحاول يحلها الـ RSA؟ Given a positive integer n that is a product of two distinct odd prime numbers n، إذا في عنا n، الأتاكر بيعرف n لكنه ما بيعرف الـ prime numbers هذول الـ odd prime numbers. odd prime numbers هم p و q. a positive integer e بيعرف الأتاكر، هاي المعلومات اللي بيعرفها الأتاكر كمان بيعرف e، وبيعرف إنه such that the greatest common divisor between e مع الـ 5n اللي هي الـ 5n شو كانت تساوي p ناقص 1 ضرب q ناقص 1 تساوي 1، وبيعرف كمان الـ cipher text. ما حكينا دائما إنه الأتاكر بيعرف الـ cipher text تاكر دائما بيعرف السايفر تكست، بيعرف ان بيعرف السايفر تكست بيعرف ايه، لكنه ما بيعرف بي وكيو، ما بيعرف بي وكيو. بده يحاول اتاكر يطلع ام such that ام to the power اي مكافئه للسي مود ال ان. طبعا هاي الاشاره في الرياضيات تعني مكافئ congruence، يعني مش يساوي هاي طبعا، يعني هذا يعني انه m to the power e mod n تساوي c mod ln. يعني هون زي كأنه بضيف لها mod ln m to the power e ضيف لها mod ln واكتب يساوي بيطلع عندك نفس الحكي. لان هاي المشكله صعبه للاتاكر، الاساس تبعها اللي هو ايش؟ هو factorization of large numbers is computationally expensive very expensive. الكمبيوتيشن للارج نمبرز، الفاكتورايزيشن شو يعني فاكتورايزيشن؟ اللي هو التحليل للعوامل الاوليه بالنسبه للكمبيوتر. this is a hard problem. اذا كنت بتقدر تعمل فاكتورايزيشن لان يا جماعه، اذا قدرنا نعمل فاكتورايزيشن لان، هذا يعني انك تقدر تطلع كاتاكر p و q. اذا بتقدر تطلع p و q هذا يعني انك بتقدر تطلع ال 5n، تقدر تطلع 5n. ما انك عرفت ال 5n وانت اصلا اوريدي بتعرف الاي،
فهذا يعني انه الاتاكر بيقدر يطلع دي وهو البرايفت كي، اذا بحل المشكله. اذا اوجد الاتاكر بي وكيو بيكون حل المشكله. عشان هيك بي وكيو خلاص احنا لازم نخبيهم وما نعطيهم اكيد لاي حدا. برجع اكرر مره ثانيه، ليش البي والكيو مهمين؟ لانه اذا قدرنا نطلع البي والكيو من ان عن طريق الفاكتورايزيشن تقدر تطلع الـ5N. الـ5N ايش تساوي؟ P ناقص 1 ضرب Q ناقص 1. الاتاكر اوريدي بيعرف الان صار 5N و E، اذا بيعرف الـ5N والـ E بيقدر يطلع الـ D، وهيك تكون انحلت مشكلة الاتاكر. لكن لحسن الحظ انه الـ P والـ Q ايجادهم عملية غير سهلة. طيب الفاكتورايزنج depends on شغلتين اكيد، يعني الـ processor speed والفاكتورينج الجوريثم. اذا في عندي عاملين بياثروا بالتحليل للعوامل الاوليه. شو هو الفاكتورينج الجوريثم اللي قاعد تستخدمه، وما هي سرعه الكمبيوتر انت قاعد تستخدمه عشان تعمل فاكتورايزيشن؟ طيب سكيورتي اوف الار اس اي، شو كيف ممكن نعمل عليها اتاك؟ اكيد عن طريق البروت فورس اتاك. تراي اول بوسيبل برايفت كيز. ديفنس از تو يوز ا لارج كي سبيس، هاو ايفر ذس الاوز سبيد اوف slows the speed of the execution. حكينا يعني طبعا الاتاكر ممكن يجرب كيز مختلفة، هذا الاشي ممكن انه يبطئ عملية البروت فورس، او يعني تحتاج وقت اطول. لكن لما يكون الكي كثير كبير كمان يعني هذا الاشي كمان مشكلة على الاكسكيوشن تبع اليوزرز العادي. اذا يعني ان انت ما يصير سلو هي تريد اوف بين سكيورتي زياده، لكن اليوز صار اصعب، يعني الليجيتيمت يوزرز صار عندهم مشاكل بسبب السرعه. طيب الماثيماتيكال اتاكس يعني كلها بتعتمد على الفاكتورايزيشن للبرايم نمبرز. التايمينج اتاكس ديبند اون ذا رننج تايم اوف ذا ديكريبشن الجوريثم، قديش الديكريبشن الجوريثم بيحتاج لوقت. هذا الاشي ممكن يعطيك انديكيشن عن الكي، ممكن انه يعني يعطيك انديكيشن عن الكي. طبعا اكيد هذا هو عبارة عن اتاك معقد، يعني ممكن الاتاكر يتفرج على البروسيسر قديش بيحتاج تايم حتى يعمل انكريبشن وديكريبشن، وبناء عليها يصير عنده فكرة افضل عن الكي المستخدم. طبعا الحل لهذا الاشي يعني زي كأنك بدك تعمل padding lag time. الآن زي كأنه نعمل padding lag time counter measure constant exponentiation time random delay وblinding، يعني زي كأنك بتخلي execution time دائما ثابت حتى ما تعطي indication أو أي inference للأتاكر. Chosen ciphertext attack. Attack exploits properties of the RSA algorithm بناء على ciphertext معينة، يعني ممكن إنها تعطيك معلومات كثيرة عن البلاين تكست. يعني زي ما حكينا ممكن يختار الأتاكر بعض السايفر تكست لأن هاي chosen، يعني هذا السايفر تكست ممكن إنه يعني باستخدامه يكون عملية إيجاد دي أسهل بكثير من الطرق العادية بسبب خصائص موجودة في هذا السايفر تكست نفسه. زي ما حكينا مرة بتذكروا مثلا شو لو اختار الاتاكر السايفر تكست يساوي كله زيروز، فممكن يكون انه عنده انديكيشن معين، يعطي انديكيشن معين عن الدي وعن عن الدي بشكل محدد اكثر. طيب هذا التابل جماعة بوضح لنا اللي هي number of decimal digits اللي هي مستخدمة في مثلا RSA والابروكسيميت بيتس اللي هي موجوده عندنا لموضوع الفاكتورايزيشن. يعني لو كان عندي رقم بتكون من 100 منزله، 100 منزله عشريه، 100 منزله عشريه مش بالاعشار، 100 منزله يعني بالديسيمال بنظام الديسيمال، هذا مكافئ له اللي هو 332 منزله في الباينري. هذا المكافئ له 332 منزله في الباينري. فلاحظوا لو كان في عندي بروسيسر هون يعني مليون انستركشنز بير سكند رانينج فور 1 يير، فهون انت بتحتاج 7 مليون انستركشنز بير سكند رانينج فور 1 يير.
حتى فعليا انك انت تفك التشفير، عفوا تعمل فاكتورايزيشن. هون احنا بنحكي عن الفاكتورايزيشن. طيب لاحظوا انه هذا الاشي تم في عام 1991، اذا فاكتورايزيشن لرقم بتكون من 332 بت، تم هذا الحكي في عام 1991. اوكي يعني هذا البروسيسور سبيد اللي احتجناه 7 مليون انستركشنز بير سكند رانينج فور 1 يير. طيب بعد هيك اكيد راح نحاول انه نزيد عدد البتس حتى نصعب الموضوع على الاتاكر، وستيل قدرنا نعمل فاكتورايزيشن. بنحكي فاكتورايزيشن يعني طلعنا البي والكيو في عام 1992، لاحظوا انه 57 الفاليو طلعت عندنا 75 عفوا، ولاحظوا انه يعني في كل سنة كمان نقدر نعمل بريكنج، لكن اللافت الانتباه هون انه كان هون عندي 5000، هون صار عندي 1000، نزل طبعا مش بسبب زيادة البروسيسنج باور. لاحظوا انه احنا متوقع انه يزيد كل ما زدنا عدد البتس، يعني يزيد time required to break a cipher، لكن هون قل. ليش؟ لانه الالجوريثم اللي بنستخدمه عشان نعمل factorization زاد تحسن. فلاحظوا انه الوقت اللي كان لازم قل. ولاحظوا انه لحد يعني ماي 2005 ال 663 بت was enough to يعني to use to perform the factorization. طيب يعني هاي نقطة كويسة انه نوقف عندها. بعد هيك اللي فيه هلما ان شاء الله راح نحكي عنه ان شاء الله في المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية وان شاء الله نراكم في المحاضرة القادمة.